بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم. طبتم أينما كنتم وأينما ارتحلتم، فالله دائما معكم ومعكم. إخواني، إحنا كنتواجدوا مدينة وادلو. مدينة وادلو كتوقع إقليم تطوان، جنوبا 40 كيلومتر وشمالا مدينة شفشاون. مدينة سياحية جميلة جدا. غادي نصور لكم واحد الشقق، كاين اللي مفروشين وكاين اللي خاويين. الاثمنه كما كنقول دائما غادي تلقاوها مكتوبه على الوصف ديال الفيديو، دائما كما كنقول قابله للتفاوض مع صاحب العقار. غادي نشوفوا الفيديو وربي يجيب الخير. دخله كما كتشوفوا ديال الشقه هي هذه. هنا كاين صاله، عندها الشرج ديالها كيشوف الجهه الغربيه الغروب. صاله كبيره كما كتشوفوا اخواني اخواتي، شقه ممتازه. والصاله غادي نشوفوا حمام ودوش كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، هذا دوش وحمام. غادي نشوفوا كذلك مباشره الكوزينه. هنا كوزينه كيبي كما كتلاحظوا، شقق زوينين تبارك الله الغربي، ريحه البحر كترف فينا ما شاء الله. وعندها مباشره الشرج ديالها كيشوف الماء. هنا غادي نشوفوا الناس، هنا بيت نعاس كما كتلاحظوا اخواني الكرام، عنده ماريو ديالو ايكيبي وعنده باركو ديالو كيشوف الجهه الغربيه وكيشوف كذلك الجهه البحريه. الباقه جميله جدا اخواني الكرام كما كتلاحظوا، حر وحدكم جوج ديال الدقائق البحر. هذا بيت نعاس ستو الحبان، وهنا كيبقى لنا بيت الدراري. غتكون المساحة 70 متر كما كتلاحظوا اخوتي الكرام، 70 متر. هنا بيت الدراري هو هذا، حتى هو عنده مرايو ديالو